الفكره اللي جيت نناقش انايا اليوم هي واحد الفكره سمعتها كما قلت قبيله في لو لايف ديال واحد السيده. بون هي سو بيرمي كتكتب سميتي وكنيتي وداك الشيء. دونك هي ناجيه اليعقوبي اللي تتفاعل مع بزاف ديال المواضيع واللي قررت انها تتفاعل انا واليوم مع هذا الموضوع هذا ديال الضحايا اللي كتأزرهم الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا. اش كتجي كتقولي لي انتيا الا ناجيه كتقولي لي وديك الساعه وهاد الضحايا هادو كتقولوا عليهم نتوما ضحايا زعما حنايا تقولوا عليهم ضحايا هادوك ديك الساعه فاش وقع لهم هذاك الشيء. اذا انتيا تقرين وتعترفين بانك مآمنه بان وقعت لهم شي حاجه بانه هذاك الشيء وقع مآمنه به. فاش كتكلمي ليا على العفو ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله كتجي كتقولي ليا قام بتصليح اخطاء. شمن اخطاء انتيا براسك كتحللي على اساس انك مآمنه بانه هذاك الشيء واقع وكتناقشي شنو كان خاصها دير وشنو كان ما خاصهاش دير. كتناقشي الوقائع ف يبان لي بانه كاين تناقض. وهذيك الهضره ديال تصحيح حكم قضائي ما كايناش ما كايناش. دابا واش غنهضروا على تصحيح احكام قضائيه فيما يتعلق ما يزيد على 2400 ديال السجناء اللي خرجوا حتى هذوك حتى هو كان فيهم. اذا هنايا على باز كاين تناقض كاين عدم انسجام الاسره. فاش كتجي كتقولي ليا راه الملك المغرب حفظه الله جا صحح احكام قضائيه على اساس انه هو الرئيس ديال السلطه القضائيه ومن بعد كتجي كتناقشي معايا الواقعه وكتقولي لي علاش ما مشاتش بحال هذا فهنا كاين تناقض. اولا ديجا كاين مغالطه وتناقض. المغالطه هو انه ملك المغرب عن طريق العفو اللي عطيه ليه القانون والدستور اللي صوتوا عليه المغاربه العفو ماشي هو التبرئه. العفو ماشي هو التبرئه والا فكاع هادوك اللي خرجوا بعفو ملكي في السنين اللي فات كلهما كانوا عندهم اخطاء قضائيه ولا كيفاش؟ هذا اشكال. القانون شنو كيقول لك؟ القانون كيقول لك بانه ملك المغرب عنده الحق انه يعطي العفو ديالو على الناس اللي قرر انه يعفو عليهم وبانه هذاك الشيء ما كيقيش المصلحه ديال المتضررين بمعنى انه يغومي با اون كيستيون يغومي با اون كيستيون القضيه ولا الحكم. هو كيعفو عليهم فيما تبقى من العقوبه السجنيه وهذا الشيء لا يطال الاحكام اللي خاصها تنفذ واللي عندها علاقه مع التعويضات الماديه. التعويضات الماديه كيبقاو ما تبقى من العقوبه السجنيه هو اللي كيتحيد كيتعفى منه المعني بالامر. دونك ما كاينش حاجه سميتها صحيح اخطاء. الملك حفظه الله لم يصحح اخطاء قضائيه ياك وكترجعي وكتناقشي علاش وكيفاش على اساس انك مآمنه تنقولها وتنعاودها ماشي مآمنه بانه داك الشيء وقع. كتجي كتقولي ليا ايوا دابا هادو كيفاش هما ضحايا الوغ كو نورمالمون كان خاص مثلا فاش يكون تحرش محاوله تقرب وداك الشيء كان خاصها تخرج بحال هكا وتخلي لي هذيك الخدمه. وايلي 3000 درهم شنو هي؟ وايلي 3000 درهم شنو هي؟ مبغيتش ندخل معاك انا في التفاصيل ديال هذيك لا بروبوزيسيون ديال الكباري وداك الشيء. هذاك الشيء خليه بوحديتو نعطيك السر خاصه فيما يتعلق بواحد السيده اللي هي توفات تندخلوهاش في هذوك المواضيع ولكن تنرجعو تناقشو الفكره. وايلي شنو هي 3000 درهم؟ كيفاش ويلي اشنية 3000 درهم؟ إلا نتيا الأستاذة 3000 درهم عندك كيف والو راه كاينين ناس اللي خدامين
كاين الناس اللي خدامين في المغرب بقل من 3000 درهم، و3000 درهم بالنسبه لهم شي حاجه، من غير داكشي ديال التعويضات العائليه و لي زافونتاج سوسيو ايتترا، سي كلكو شوز 3000 درهم. وايلا ديك 3000 درهم غتمشي تربحها في قصاره. ودابا شوف شنو هو المنطق فين اين نتكلم وفيما نتكلم. وايلا كانت غدير تمشي نيت الكباري وتقصارو ت فاش كنجيو كنتكلمو على استغلال النساء جنسيا في الخدمة، ياك أول حاجة لي نورمالمون خاصنا نستندو عليها هي أن هداك المشغل ما عندوش الحق، ما تنهضروش عليها هي كيف ما تنهضروش على القاصرة، كيف ما تنهضروش على الحمق. هذا القانون كيقول لك هذاك اللي في موقع ضعف ما عليه والو، هذا هو القانون. المشغل اللي هو في موضع قوه وفي موقع قوه هو اللي كيتحاسب. انت كمشغل ما عندكش الحق انك تحرش بوحده حتى ما عندك، ما عندكش الحق انك تدير علاقه جنسيه مع وحده حتى ما عندك. شتي هي تجي هي تجي وترمى عليك، خاصك نتايا ترفض لانك نتايا في موقع قوه تماما، كما هو الحال بالنسبه للقاصرات. وحتى حنا راه عندنا وحدين كيخرجوا كيقول لك راه عندها 17 عام هي مشات معاه بخاطرها، عندها 17 عام مشات معاه بخاطرها. ان ديرنييرمون ماشي ديرنييرمون البارح عيطوا ليا شي ناس على ود واحد السيد مشى قصار، مشى قصار مع بنات، وقصار مع بنات فيهم وحده عندها 17 عام، ياك هي البارح هادشي وقع، فوقع مشكل ما بين البنات، حضروا البوليس. عرفتي شنو كتسمى هاديك القصيره؟ كتسمى بنت الوكيل، بنت الوكيل بمعنى ان اللي مسؤول عليها هو وكيل جلاله الملك، بنت الوكيل. وهكا قالوها ليه، قالوا ليه هاديك بنت الوكيل. هذا سميتو القانون، القانون اللي كيوقف عنده بنادم ولا فاش كيوقف عنده بنادم عاد كيتفاجئ به، لانه ما بوغ لا بلوبار ما عندوش علاقه جد وطيده مع الفكر المتخلف والمريض والعقليات المتحجره البائسه الذكوريه اللي حنايا معودين عليها ومطبعين معاها وما كاين حتى مشكل. وهاد العقليات هادو كيكونوا عند النساء كيف ما كيكونوا عند الرجال، العقليه الذكوريه. القانون ما كيعرفش شي حاجه سميتها وايلي راه عندها 17 عام وعندها الفورما وسميتو وراه بعقلها. القانون فاش كتجي كتوقف عنده كيقول لك هذيك بنت الوكيل، هادشي قالوا لهذاك السيد البارح. واش جيتي كونطونت باغابوغ ا سا؟ هذيك سميتها بنت الوكيل، فهمتي؟ انت مخك مريض وكاين القانون كيفاجئك، والقانون كيفاجئك فاش كيقول لك شريف حنيني ما كاينش شي حاجه سميتها داك كوبيدون كاس كيتسارى ليا انا في مقاوله اوكي كي سميتو كيرمي النبال السهام ديالو كيرميهم في قلوب عباد الله، كوبيدون كيتسارى ليا انا في المؤسسه في لونتربريز. جو سوي طومبي اموغو ديال، tu es tombé amoureux d'elle، بغيتيها بغاتك ياك جري عليها ولا تقدم، سمعتي فهمتي كيفاش؟ مالين كوبيدون مالين الحب، وراه بغاها وبغاتو وداكشي زعما كيتمجهدو يقولك داكشي راه علاقة رضائية. ياه علاقة وليت كتعرفو العلاقة الرضائية شنو هي؟ لا هاديك مسميتهاش علاقة رضائية، هاديك سميتها هو كيخلصها في الاخر ديال الشهر كيتوشيهاش كيقيسهاش، كاينش حاجة سميتها كوبيدون كيتسارى ف رمى قلبه بسهمين وي هكا وي وقع في الحب، وقع في الحب ديال وحده كيخلصها في الاخر ديال الشهر. القانون تيقول لك ما كاينش هاد الهضره هادي. وانا تنقول لك الا نتايا
باترون دون اونتربريز خدامه عندك شي وحده زعطي فيها مثلا كتجري عليها فهمتي ماشي كتجري عليها حتى هي الا بغات على ليميت تفاهموا بيناتكم وتجي تقدم لك استقاله وقبلها ياك صرتوا تحابوا في اتساع وداك الشيء كتعطيها في الخدمه صرعطي لها صرفوا عليها هذا سي اون بروبوزيسيون بيرسونيل انا هادي سي تتبان ليا هاد الناس هادو علاش قال لك علاش ما مشاتش في حالاتها وانا وشحال مره وخرجت من الخدامين حتى انا اختي شحال من مره زدت في حالي من شحال من بلاصه على ود الكرامه ماشي نيسيسيرمون بعلاقه مع التحرش الجنسي ولكن بعلاقه مع اشياء اخرى ياك تزيدي في حالات فاش كتزيدي في حالات كالاستاذه انتي جاوبيني على هذا السؤال انتي انتفضتي لي كرامتك وزدتي في حالات كاش كتسمي انستابل كتسمي بانه توني با دين دو كونفيونس كتسمي بانك مزاجيه شي حد كيجي كيقول لك برافو عليك راكي عندك الكرامه وراه دوك اللي بقاو ما عندهمش النفس كاين شي حد كيجي كيعلق لك الميداليه ايه كيفاش كتخرجي في حالاتك تي تو غوتروف انت وكرامتك كتوصدي عليها هكا شكون اللي كيعقل عليك انت وكرامتك اي بي هاد لا كاباسيتي ديال فوتر لو كان راه اي ني با دوني ا تو الموند لانه الناس كيخافوا العيالات كيخافوا والرجال كيخافوا لانه او بلوس دو فات انه غيبقى تابعك دونك غيبقى هذاك بنادم تابعك بحال دابا مثلا هاد الصحفيات هادو هما خرجوا مثلا من عنده قالوا له يلاه كرامتنا وكذا وكذا يبقى تابعهم التليفون عند كلهم هادوك اللي يقدروا يمشوا عندهم باش يديبوزيو ان دوسي دو كانديداتور باش يخدموا غادي يعيط للباترون ديال الصحيفه التليتال وغيعيط للباترون ديال الجريده التليتال وغيعيط للباترون ديال باسكو سي كو دي باترون سي كو دي زوم ان فان دو كونت غيعيط ليهم حبابهم وصحابهم وداكشي وتصحد ما غيخدمها وتصحد ما غيخدمها اساسا باش يعرفها خارجه من عنده هي اللي خرجات هو باقي عينيه فيها يقول لك انا ما نبغيش نشري معاه المشاكل باش كيوقع حتى للرجال عاد العيالات ولا كيقول له اشوف راه هذيك خيتي خرجات من عندي وراها كانت بغات طيح عليا باطل وتفكيت منها رد البال منها اي تو موند فا كومونسا على فيغ كوم لا هادشي كاين ولا ما كاينش هادشي تنقولها للاستاذه سي فاسيل بوغ توا دو ريبروندر ا زيرو لا انت ولا انا بحالك انا تنشبه عليك انا ما عندي السوق انا ما عندي غرض نتخلع وندبر راسي ولكن هاديك ولكن ماشي كلشي بس نقولش انا بانه هادوك الناس ما عندهمش كرامه ولكن كاين الخوف يتغلب على كتولي كتحس بالستيلو بالورقه كي غندير 3000 درهم 3000 درهم بوغ سيغتان بيغسون راه سي كيلكو شوز 3000 درهم كتعطي 500 درهم شي كاينين ناس كاينين دي فامي كاينين دي بارون لي تدوري معاهم تعطيهم 500 درهم راه واو هاد المنطق هذا مبغيتش انا مبغيتش نخرج السطر كاين شي حوايج وتقبليهم مني الله يعطيك السطر فاش كنبداو كنتكلمو بهداك المنطق ديال الكباري وديال التعلاق غتبان لك 500 درهم والو وغتبان لك 1000 درهم والو وغتبان لك حتى مليون والو كتربحي في ساعه ديال المكان ولا في ساعتين ولا ولكن بالمنطق ديال يا ايها الناس الخبزيون سي كيلكو شوز 3000 درهم 3000 درهم وتعطي لي بارون مثلا واحد 500 درهم ياك و 200 درهم هنا و 300 درهم هنا راه كاينين الناس اللي 3000 درهم بالنسبه لهم راه سي كيلكو شوز هي مثلا قالت له لا جات تحرش بها هو ما عندوش الحق يتحرش بها اساس ما عندوش الحق حتى يجي لا بروبوزيسيون ما عندوش الحق حتى يجي لا بروبوزيسيون تماما كما هو الحال بالنسبه للقصيره تجي تقول لي بعقلها وفاش توقف انت يا قدام وكيل الملك سير قول لي راه عندها 17 عام بعقلها كتسمى بنت الوكيل جو فيان دو ليغ تو طالور اي جو ريبيت زعما في اطار لونكراج لا هذيك المستخدمه اللي خدامه عندك بحال القصيره بحال المسطيه ما كتوشيهاش ما كتوصلهاش
ما كتبروبوزيش عليها. تحبيتي يا اخويا كوبيدون، تخيل انا كوبيدون خدام كيشير هكا بالسهام في مؤسسة ديال الخدمة فيها البيسيات وفيها الوراق وفيها الستيلويات، كوبيدون خدام كيدور. انا لا افهم، عمرني انا فهمت هاد القضية ديال افواغ دي غولاسيون بيرسونيل في ان ميو بروفيسيون، جامي كومبخي انا هاد المسألة هادي، ما تدخلش ليا المخي. ولكن حنايا كمجتمع مغربي في معظمه نتقبل، ونتقبل حنايا تجي تقول لك وحده انا راه بنتي جا خطبها الاستاذ من عندي. كيفاش خطبها الاستاذ من كيفاش؟ ويلي فياغ لا مامون، كتلقى الام فرحانه توت فياغ تقول لك انا بنتي اتزوجت الاستاذ ديالها. صافي جوغ كو الاستاذ ديالها وهي تلميذه في طبليتها كان كيشوف فيها واحد الشوفه ماشي ديال 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 العلم، ماشي ديال العلم، ماشي ديال ما داخلش داكشي عنده في خدمته. ونتقبل ونتقبل وحده عندها 17 عام نقولوها فور ما يجي عندها حتى كتوصل للقانون، وفي القانون تتلقى بانه هذاك الشيء اللي كيروج المجتمع كافكار بائده ذكوريه بائسه ما عنده تعلق بالقانون، كما هو الحال بالنسبه لهذه المساله ديال استغلال النساء ولا استغلال اي واحد، يقدر يكون حتى راجل استغلالهم في سميتو جنسيا في اطار الخدمه اللي هو سميتو التجاره بالبشر. دونك هذاك التجاره بالبشر هذيك التهمه كاينه باسكو هذاك الشيء اي سي باسي غيرمون، هذاك الشيء وقع. ولكن انت هي كتناقش من هذاك المنطق وهذاك المنطلق ديال كان علاه تمشي لحالاتها، وانا كان علاه تمشي لحالاتها عرفتي درتي ليا درتي استفزاز غير جوج سير في حالاتك غير جوج و اون بليس دو سا. وكنظن بانه واحد النهار في واحد لاكتيفيتي دارت الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا كانت جات اسماء الله يرحمها ودارت واحد التصريح جد مؤثر، قالت لك انا دابا عاد كتقول لك انا دابا عاد عرفت انا دابا عاد فهمت، وكتكلم على الاكراهات المجتمعيه، راه كاينين اكراهات راه كاينين اكراهات. جي جاي تتكلم لي على الكرامه، قولي لي شحال من مراه متزوجه كتاكل العصا وساكته، قولي لي شحال من مراه متزوجه يتم اغتصابها ولا يتم اتيانها من الخلف من طرف زوجها وصابره، شحال ديال العيالات مزوجات وصابرات هاكا تسميوها صابرات سي لا كونستانس، وخا هي كتفقد الكرامه ديالها اي با سي لا ميم شوز باغابوغ او طرافاي. حنايا تنقولو بانه هذاك اللي كيبقى في خدمته ما كيبدلهاش هو لي كونفيونس، هو اللي معاه الخدمه باسكو لي ستابل، وهذاك الاخر اللي كيبدل الخدامي بصح ماشي باش نقلبوا على علاش كيبدل هو الخدامي ولا علاش كتبدل هي الخدمه، راه كتسمى خطر الي انستابل مزاجيه. حتى حد ما كيقول لك راه مشات على ود الكرامه. جاوبيني على هذا السؤال، اما جاوبيني مع الناس اللي كيتبعوك ولا جاوبي غير مع راسك. سي فاسيل سي فاسيل دو ريبروندر ا زيرو. شحال من اكسبيريونس بروفيسيونيل ولا شحال من حاجه عندك ما تقدرش حتى تكتبيها في السي في، علاش؟ لانه الى ذكرتي سميت فلان في هذاك السي في غيعيط لي هذاك المشغل اللي غتمشي تخدمي عنده جديد، وغيقول فيك ما لم يقوله مالك في الخمر. في لي سيكتور كي سون فيرمي هادشي هي تري كوران، هي تري تري كوران. ولا باقي لقيتي خدمه في هذاك السيكتور، ولا باقي زعما عليك شي حد يخدمك. مبغيتش ندخل في التفاصيل، مي يا دي زوم رجال عندهم هاد المشكل ديال انه تحد ما يبغي يخدمهم باسكو لونسيان ريكروتور اي فا اتر فيكسي، اللي هي زعما سي دو كغون نامبورت كوا او فات. اي سي كوم سا. تجي مثلا دخلي جربي تدخلي الحزب السياسي وتعرضي فيه مثلا للتحرش وتخرجي، اش غيقولوا لك؟ غير ملتزمة، انها مزاجية، غير منضبطة. كاين شي حد غيقول لك بانه خرجتي على ود الكرامة، تا كرامتك كرامتك تو لاكارت بوغ توا سي كيلكو شوز ديالك انتي، ديالك انتي كتحافظي عليها انتي، هي واحد الجوهرة كرامتك، واحد الجوهرة. انا تنامن انا بهادشي،
هذيك الجواره ديالك انت كتطلعي عليها هكا كتشوفيها كاينه كتفرحي كتبتسمي والسلام عليكم سي بيرسونيل. كرامات صاحبي ما كيعطيك الميداليه ديال انك انت واحد الناد ما عندك كرامه، بالعكس كيقولوا عليك واعره قبيحه صويمه صلاحي مزاجيه انستابل غير منضبطه كذا وكذا. هذا هو المجتمع. وهاد النساء هادو لعلمهن شنو غيواجهوا، كاين اللي اختارت ان تسكت وان تصبر من غير انه ديجا كون تو فرانشي لو با اون فوا ولا كون سا سباس اون فوا كيقول لك لا بروميير فوا هي كيقول لك زعما اول مره اصعب مره. انت واحد كان كيصور شي صور غير فيديو واحد يبدا كيقفزها حياتها كلها هي بهذاك الفيديو سورتو سي ساجي جون فام ماريي. اي حاجه وحده بسيطه غير ان بيزي غير قبله بدا كي كيهددها كيبتزها وهذاك الشيء كان فيه التصوار. حنايا اون سي با سكي سي باسي سميتو في لي كوليس و بوركوا هادوك النساء اف سو سونسي اوبليجي دو روبروندر انكور اي انكور اي انكور. انا تنظن بانه كانوا عارفين بانه شد عليهم. وانا ما بغيتش انا كاع نهضر في هذاك الموضوع، انا بغيت نهضر انا في الفكره اللي هي واش المشغل عنده الحق انه تكون عنده علاقه، واش المشغل عنده الحق انه تكون عنده علاقه جنسيه مع نساء خدامين عنده كيخلصون في الخرجه الشهر، ما عندوش الحق. واخا هي تجي ترمى عليه، واخا هي تجي تارسليه هكا تدخل عندو اريانا يقول لها لا لا لا. وعلاش بوكو اون ديموند با او زوم داتخ دي دي داتخ ديفيسيل؟ علاش الراجل ما خاصوش يكون صعيب؟ علاش الراجل تا هو ما خاصوش يكون شاد في راسو ما يكونش ضعيف امام المغريات وامام النساء؟ علاش المرأة اللي خاصها تكون محصنة وهو ودني هانية يكون هي هكا هوا هوا وبلاتي هكا يفرفر فين ما قال ليه مخو بغيت نخرج على السطر ما عليناش. شوفوا لي كومونتير. ايوا واجي اخويا هاد مسح دريش الراس مسحنيش الراس. بعض المرات كتلصق لك واحد ليتيكات ياك صعيب صعيب تلقى لي زعما عليك فهمتي. حيت الناس فاش كيجيو مثلا كيبغيو يتعرفوا عليك في اطار مثلا الفضول ولا شي حاجه كيجيو كيسولوا وتصف الجواجات راه كيديروا هاد المساله هادي كيمشي كيسول عليك ماشي يسول عليك مول الحانوت تهزيت انت وياه واحد النهار يقول لي الله يخلاص لعق بها. بون اون شيرش ا تو ريزومي في واحد الكلمه كنلصقوها لك كنلصقوا لك واحد ليتيكات وكنمشيو كنتهناو عليك ولا كنكتبوا عليك واحد جوج كلمات في واحد الورقه ديال الزبده وكنطلعوها وكنتهناو عليك. حنت بيرسون نيت انتريسي باغ لو فيت دو فيريفي هاديك فيريفي هاديك فيريفي تماك فين تما فين بقات اسكو انا اونفي دو فيريفي. الناس كيمشيو مع الاختصار اشناهو عطيني انا سمعت انا واحد السيده زعما مثقفه كتقول هاد الهضره هادي كتقول لك ايوا الا طليتي غير شويه على المسار ديال فلان غادي يبان لك بانه انسان غير ملتزم. ماشي سير طلع المسار ديال فلان لا سير طلع المسار ديال فلانه وهي غتفهم بانه انسان غير ملتزم ماشي بانه انسان مثلا انتفض لكرامته ولا شاف شي حوايج ما عجبوش ولا رفض واحد التعامل بواحد الطريقه معينه ولا عنده الكرامه. لا ما كاينش هاد الهضره هادي غير ملتزم. جي تقولي ليا ومن يسد عليك من هاد الباب ويسد عليك من بعض يبدا كيمرر عليك المغالطات وكتبداو كيدورو الاشاعات والناس ما كيهتموش بانه يعرفوا بنادم اون فغي. الناس كيتيقوا هذاك الشيء اللي كيتقال لهم وراه هادشي ماشي كيوقع غير في الزنقه ولا هادشي راه كيوقع في مؤسسات زعما مقاولات وهذاك الشيء كيوقع في خدامي كيوقع ديال بنادم اون فوا كدور عليه واحد الاشاعه صافي سي بون سي فيني بور توجور بور لا في. وهذه هي الحقيقه ديال المجتمع. دونك اما حنايا غنبدلوا هذا المجتمع هذا وغنوريوه راسو في المرايه هانت هي شكون انت
هذاك الشيء علاش النساء رابعة المرات كي كيتعرضوا للاستغلال، لانهم ما كيقدروش يواجهوك نتايا كمجتمع بهذا الفكر المجتمعي المريض المتخلف الذكوري البائس البائد. هادشي اللي كاين، ولا نخليو هادشي كما ان تابو ما نهضروش عليه، ونخليو هذيك الهضره اللي كدوزو نتوما هي اللي تبقى هي هي الهضره السائده، ولا يمكن ذلك. الاعتداءات الجنسيه على النساء كاينين كاينين، لا في الخدامي ولا في الشارع ولا في السينما ولا في السوق ولا في الاماكن العموميه كاملين ولا حتى في دارها. اون فام لي جامي ا لابري، اي حاجه تقدر توقع لها في اي توها بلاصه. داكشي علاش كنقولوا بانه النساء كينتميو لفئه هشه ديجا ياك عاد، وانتي كتنتمي لفئه هشه سواء تكون عندك تكون عندك البورش تكون عندك اللي كان عندك كتنتمي لفئه هشه، لانه بهاتيك البورش تخسر لك مثلا وتخرجي هكا للزنقه تخرجي من طوموبيلك في 12 ديال الليل كتشوفي الرويضه مالها كدا كدا، يجي شي حد يتعدى عليك شي فيلنيرابل شي دوار تخبروتيجي. والقانون جا باش يحمي النساء، وسيدنا ديال النقطه سيدنا فاهم هاد المسائل هادو من نهار فاش جا، من نهار فاش جا هو كيمرر الرسائل. انا كنلتقطها، كاين الناس كيلتقطوها وكاين الناس ما كيفهموش. سيدنا عندو واحد لو كوتي حداثي تقدمي، يؤمن بالحريات. انا شكون كنظنو شغلي هذاك ياك، وعندي دي زيليمون دو كي مي بيرميت دافوار هاد لارغو هاد 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 سميتو هاد لا لوجيك. كيبقاو فيه النساء، كيبقاو فيه وكيحاول يقعد، كيحاول ما امكن انه يقعد وانه يعاون توت ان غاردون ولا توت ان ماتونون لي زيكيبر، باش لي زيكيبر التوازن ما يختلش. وهادو من الحوايج اللي انا مخليني كنحبو، ماشي الاحترام ماشي النفاق ماشي، انا بعدا ما كنعرفش النافق. انا الا ما بغيتكش او الله لا هضرت عليك، واخا تكون اللي بغيتي جو سوي تري ليبر ف ف ف ف. وهادي تاني سي اون اوتر بارونتيز اللي غادي نحلها هكا يوتيوب. الله يرحم بالوالدين هاد مالين اليوتيوب، مابقاش تحطوني انايا مع شي ناس اخرين عافاكم. انا راه ما معاها حتى حد، انا راه ما معاهاش هادوك الناس اللي تظنوا بانني انا معاهم. انا مثلا جي رياجي بارابور لواحد واحد السيده خرجات وقالت جوج كلمات راه انا تنهضر باغ لا سويت، وحده اخرى جات مورايا ولا واحد اخر قالوا نفس هضرتي، ماشي سوقي انا بوحدي انايا، انا لا انتمي شي كليكا ولا شي مجموعه ولا شي ايكيب، من غير الجمعيه اللي كنشط فيها واللي اساسا هما كاع ما كاينين سوغ لي ريزو سوسيو. دونك انا ما عندكش علاش تحطني انا مع دوك الناس كتحطوني معاهم، والله يرحم بها الوالدين، ولا تحطوني معاهم في نفس القفه، لانني ارفض ذلك بلا ما ندخل في التفاصيل. انا ارفض تبقاش تحطوني معاهم الله يرحم بها الوالدين، كل واحد هضروا معاه بوحديتو وانا فاش نخرج تنهضر. اما كاينه لا سانكرونيزاسيون ولا كيوصلني ما نعرفش داكشي خاصني نخرج هكا يا غيا، كيف ما نتوما كتظنوا كتسوقوا لي كتبغيو تقولوا راه خرجوه في نفس الوقت بنفس الخطاب بنفسي. سير قلب اخويا لا دات ولا تلفت عليك لا دات، سير قلب في السوايع وغتلقى بانه انا جي غيان افوا افيك لو ريست. دونك بلا ما تصرفوا فيا انايا داكشي ديال الاخرين، لانه انا لا علاقه ليا بهذوك القصص، لا علاقه ليا بهذوك القصص، وما بغيتش تكون عندي علاقه بهذوك القصص، وما تدخلونيش انا في هذوك القصص بالديفينيتيف. وهنا جو فيرم لا بارونتيز. كاينين شي ناس ما كيتمشوش بالعنف، كاينين شي ناس اللي تيري منهم احسن ما فيهم بالخاطر، والا كانوا كي الا كنتي عزيز عليهم بالمعزه سي انكور بلو مانيفيك معزه. الوغ كو حنايا وسورتو في لي غولاسيون بروفيسيونيل كنمشيو بهذاك المنطق ديال 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 بغا دو فيغ. انا لا اقبل البغا دو فيغ، وتنتيا اليعقوبي تنظن
انا كنت يا من هذوك النساء يقول لك قباحات وواعرات كتقبليش بالبغاض فيها، ما كتقبليش بلي جو التيماتون، جي شي حد يحطك هكا يقول لك اما هكا ولا هكا، تقول ليه سير انت مع هادي وهادي سير انت وياهم الى الجحيم. وهاد الناس هادو اللي كيكونوا بحال في هذا الشكل هذا ما كيتقبلوهمش، ما كيتقبلوهمش المجتمع. سي تري ديفيسيل انه بنادم يزعم عليهم. باغ كونطخ كاين واحد لو ستيريوتيب ديال هذيك المراه نمطيه صباره، هذيك الصباره هي اللي كدوم لها تجويشتها وهي اللي كتبقى في خدمتها وهي اللي كتبقى في ليستها هكا جالسه كي سميتو كي الامانه اي سي سكي دوموندي. دونك باغ لا سويت فاش كيجيو نساء كيمتثلوا النمط انا وانتي ما ديريناش حنايا هما هما ليكزامبل ولا زعما لي شانتيون ريبريزونطاتيف. انا وياك حنا سميتنا لي زيكسيبسيون، كاينين دي فام لي فيهم دي زيكسيبسيون فهمتي، زينين ولا خايبين ولا ما كاينش في النمط، هما ماشي نمطيات. ما يمكنش ليك تفكري انت بلا لوجيك ديالك تسقطيها على وحده اخرى نمطيه، نمطيه في دارها، نمطيه في تعاملها مع المجتمع، نمطيه في تعاملها في خدمتها. سي كوم سا. وهاد النمطيات هادو علاش هما نمطيات؟ حيت كيخافوا، كيخافوا من هذاك الشيء اللي كيوقع ليك وكيوقع ليا وكيوقع لواحد اخر سميتهم معنزات كذا وكذا. دونك علاش انا صنهضر انا دو مانيير جينيرال، علاش هي علاش النساء كيخافوا والنساء كينتميو لواحد الفئه هشه، وهذه الفئه الهشه خاصها تحمى. واول درع ديال الحمايه هو اننا نسميو الامور بمسمياتها، ونقولوا لواحد اللي عنده واحد المؤسسه مخدم فيها النساء الا تحرشتي بوحده فيهم راه عمر يكون الغلط ديالها غيكون الغلط ديالك انت. وكانت هذه هي الرساله من هذيك المحاكمه المعلومه اللي صدمات بعض الناس اللي كان كيسحب لهم بانه هذاك الشيء ديال لي بروموسيون كانابي و سكرتير تحت البيرو و زعما سي ان تروكي نورمال. دونك انا صنظن بان هاد القضيه هادي خدات هاد الاهميه لانها صدمات المجتمع في كون انه الراجل ما مسموحش ليه انه يدير اي واحد، وخاصه مع النساء اللي كيشتغلوا عنده انه سي با بيرمي. والشعب المغربي ولا تعرف على شي حاجه سميتها التجاره بالبشر، ولقاو جو بونس بانه كيديروا بزاف، لقاو بانه كيديروا بزاف ديال الحوايج اللي عندهم علاقه مع التجاره بالبشر، وبزاف لقاو راسهم كيديروا نفس الحاجه اللي كان كيديروا هو. داكشي علاش تضامنوا معاه، فوالا بلو باغ تضامنوا معاه اللي بحالو كيمارسوا نفس الاشياء. عشاتك ديال اوكيلتو يوم اوكيل الثور الابيض، هادو هما اللي متضامنين معاه اولا. ثانيا متضامنين معاه هادوك اللي كيحقروا اساسا النساء يقولوا لهم نتوما لايقه صغار الكوزين والفراش، وتضامنوا معاه نساء اللي في بلاصه ما يحطوا راسهم في بلاصه خواتاتهم يجيو كيبغيو يمارسوا الاستاذيه ويستشرفنا، والحال ان ما خفيه كان اعظم. بزاف كيبغيو يمارسوا الاستاذيه وبداو يعطيو الدروس وهما ماشي اهل انهم يعطيو الدروس، فهمتوا كيفاش؟ دونك انا جاوبت الاستاذه، جاوبت كان على الفكره، اما فيما يتعلق بهذيك السيده الله يرحمها الوالدين ما تعطيوها ابتسام، الله يرحمها الوالدين ما تعطيوها ابتسام. انا مبغيتش نحط دي فيديو ديالها اللي كدير فيهم التصريحات كيبكيو، وهاد الضحايا اللي كتقولو نتوما باش نهضرو في الموضوع اللي هو الموضوع، هاد الضحايا اللي كتقولو نتوما بانهم مكاينينش، حنا راه شفناهم هكا بعينينا، شفناهم وجلسنا معاهم وتباكينا معاهم وعنقناهم وشدينا في يديهم قلنا لهم ما تخافوش. وانا باش نجي نقول لك ما تخافش راه غنكاجي معاك حتى لافان ديال الفيلم، مع الله شيكش واخا امام الامواج الهوجاء والعواصف ما نعرفش داكشي، انا معاك مكاجيه معاك مكاجيه معاك. المبدا هو سميتو مبدا، شي واحد كيقول لك خرجتم في وقت غير مناسب، شنو هو الوقت؟ كيفاش اش تقول؟ وانتم لماذا احتفلتم متى اردتم في الوقت اللي قالها لكم مخكم؟ انتم تحتفلوا وقت ما بغيتوا، حنا نخرجوا نهضروا كيف ما بغيتوا، انتم تاتاكيونا وقت ما بغيتوا، حنا نجاوبوا على راسنا وقت ما بغينا. فينا هو الاشكال؟
زعما شنو سنا واش سميتو نديرو جوغ فيغي ولا كيفاش نديرو الانصاب التذكاري ولا كيفاش؟ راه على باز il s'agit de crimes qui ont été pardonnés ماشي par rapport les crimes par rapport العقوبه هذيك العقوبه السجنيه تعفى على ما تبقى من العقوبه السجنيه سي دي كريم على باز وما غاديش انا تحيد لي الجريمه وتجي تقول لي التبرئه وتجي تقول لي انتيا تجي تقول لي بانه صاحب الجلاله اصلح خطا قضائيا ترى مشكله مشكله فاش تدوز تقول هاد الهضره ديال اصلح خطا قضائيا وهو ليس بصحيح حتى في الدستور وهذوك اخرين 2400 هما اخطاء قضائيه واللي قبل منهم في عيد الميلود وفي العيد الصغير وفي العيد الكبير اللي قبل منه وفي المسيره الخضراء وهذوك الناس كاملين اللي خرجوا تما احكام قضائيه كانت غلطه ولا كيفاش علاش اشنو هاد الاستسهال والاستصغار ديال النساء اللي نتوما منخرطين فيه شنو هي هاد الحقره هادي اللي كتحقروا نتوما عباد الله علاش علاش ما كتحطوش راسكم في بلاصه الناس وتحطوا راسكم ماشي كنتوما نتوما ليستوريك ديالكم بلو كاركتر لا تحطوا راسكم في بلاصتهم بمعنى تنسي راسك وتحطي راسك انت في بلاصه وتقولي شد على فيديو كان كيهددها تقولي اسي سونسي اوبليجي لانه خفت تمشي عليها خدمتها اش تجي تفكري ليا انايا بحال كيف ما كيفكر نامبورت كال سوفاج الله ما نبقاوش نصرفوا عفاكم شي فشي الوغ سيتي ان لايف تري ديفيسيل très très difficile et avant ça quand je vois le signal à venir sur le micro je vais parler avec eux صراحه انا الاستاذه ما je pas dépasser les limites prises معاك انايا في سميتو في الفكره وبيني وبينك انا اتصدر مع دنيا باطله كنت كنتمنى انه يجي العفو ملك ان شاء الله يجي ولكن كيف ما نتوما كتدافعوا على هذيك السيدة على أساس أنها امرأة مغربية دافعوا حتى على نساء أخرين لأنهم محتاجينكم ولا ماشي كلشي بحال بحال وهذوك لي كونيكسيون كتجرو نتوما في مخاخكم راه ما صحاحش وأنا راه ما تحت ما تحطوني ما تحت الله يرحم بها الوالدة أنا أعبر عن رأيي وأعبر عن قناعاتي وأتحمل مسؤولياتي وكل ساعة كنخرج حيط وكل ساعة باخد على افايا خلاوها المصريين وما كاين بس وما كاين مشكل وجاسوم جاسوم و انا ما في انا جامي ايتي زعما ان فلوف هكا ترانكيل اي كالم فهمتي هداكشي علاش تنفهم انا وحدين اخرين اللي اختاروا واحد الطريق اخرى كي بلو بيزيبل بلو ترانكيل انا شي ماشي قلبت عليه هو وطبعه انا لا اقبل الاخطاء الغلط انا مثلا ما تنقبلوش الغلط ما تنقبلوش سي تري ديفيسيل بور موا دو فيرمي ما غول وانكور بيغ سي تري ديفيسيل بور موا دو ريستي فشي لعيبه لي ما عجبانيش لي فيها شي حوايج ماشي هما هادوك هذا انا بالنسبه ليا يا كيقول لك شنو هي تحارب المنكر بيديك وبلسانك وهذا انا احارب المنكر تنزيد في حالاتي فهمتي وتنتيا تزيدي في حالاتك وكاين تيزيدو في حالاتهم تيزيدو في حالاتهم من الجواجات تيزيدو في حالاتهم من الخدامي كيزيدو في حالاتهم من الاحزاب كيزيدو في حالاتهم ما كيعجبهاش الحال ماشي زعما ملالان ولا ما كيعجبهاش الحال صافي كتشوف شي حاجه ولا كتعيش شي حاجه ولا كتمارس عليها كتحاول تمارس عليها شي حاجه ماشي هي اللي كتخرج في حالاتها ياك ماشي كلشي بحال بحال ماشي كلشي بحال بحال وخاصنا نفهمو انه كاينين ناس كيخافو ماشي كلشي عنده الشجاعه ديال مواجهه مجهول ما يمكنش لك تنطلقي من راسك وانا نطلق من راسي باش نجوجيو نساء اخرين ونقولوا علاش هما ما مشاوش في حالاتهم ما قدروش ماشي هي مشات كاع في حالاتها من الدنيا وخلاتها لك وخلاتها ليا خلاتها لينا كاملين راهي عن صدى ربي والموت ما تسوي كتولد شهيدة عند ربها مسيحات كل يد الذنوب مسيحات كل يد المعاصي وكيفاش كيشوفوها الناس ولا مثلا كيفاش كيتفكروها الناس ولكن المهم هو كيفاش كيشوفها صدى ربي وكيفاش كتبان صدى ربي وكيفاش شنو هي بلاصتها عند صدى ربي بلاصتها عند صدى ربي هي الدا وهي كتولد داها شهيدة فنعطيوها شي شويه ابتسامه باش ما نمشيوش ذنوبها الله يرحمها ويوسع عليها
وكل تضامن مع الضحايا اللي كان أعزروا منذ مدة، ونحن مستعدات. هذا سي لوفيسيال، نحن مستعدات المناضلة من أجل استرجاع الحقوق ديال المؤازرين ديالنا في الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، وأي واحد حاول أنه يتطاول على هذا الضحايا